صراحة احترت، لكن راح اختار اللي هو التريد المغربي. اي مع الدياي. الدياي ايوه. واوصيك على عصير بطيخ مغربي. شكرا لك. تفضل. الطاجن المغربي المشهور بانواع واصفات كثيره، واكثر شيء يتميز في القائمه. وطبعا السلطات المغربيه العجيبه مثل سلطه الكبده المعروفه، وانواع الشوربات والحريره، اما المخبوزات الطازجه اللي تقدرون تشمون ريحتها من هني. وجبتكم هني راح تكون ثقيله، ما ادري كيف راح تقاومون. خلوني الحين اتريق الاكله اللي طلبتها التريد المغربي واقول لكم شو رايكم.